إذا أردنا أن نتكلم عن نصرة القضية الفلسطينية علينا لا نغفل أن الإمام الخميني قدس الله سره الشريف ورضي الله عنه أنه أول من بادر وجعل آخر جمعة من شهر رمضان هو ليوم القدس ونصرة للقضية الفلسطينية منذ ذاك التاريخ. إذا تطرقنا إلى التاريخ الحديث ومواقف هذه الدول نجد أن هناك دول هرولت إلى التطبيع وهناك دول طبعت وهناك دول تحاول أن تطبع، لكن هناك دول وشعوب تأبى أن يكون موقفها إلا موقف الرافضين لهذا التطبيع ورافضين لهذا الاحتلال. ربما الشعب العراقي كان من أول المبادرين بهذه القضية، وشهدنا الموقف الشعبي وحتى الموقف الحكومي، والموقف الشعبي والموقف الحكومي في العراق لم يأتي إلا ترجمة لموقف المرجعية المباركة التي قالت كلمتها الواضحة أنه الحل هو بتحرير الأراضي الفلسطينية وطرد العدو الصهيوني من هذه الأراضي.